بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات ريا وسكينة، والحلقة رقم 39، عرابي حسان، الجزء الخامس، التحقيق مع عرابي حسان وإثبات التهمة ضد عرابي حسان. بعد أن تم الكشف عن مقبرة حجرة ريا الرئيسية في 38 حارة علي بك الكبير، اللي تم حوالي الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1920، وبعد الساعة 8 من مساء نفس اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1920، بدأ محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان تحقيقاته، وبدأ بالتحقيق مع ريا بنت علي همام، واستمع للطبعة الأولى من أقوال ريا، ولأن ريا كانت بتدلي بأقوالها في تحقيق الشرطة اللي أجراه معاها اليوزباشي إبراهيم حمدي نائب مأمور اسم شرطة اللبان، لما وصل الملازم عبد الغفار أحمد وأخطر اليوزباشي إبراهيم حمدي بالعثور على 3 جثث حتى الوقت ده. وبسبب كده قصرت ريا أقوالها الأولية في الطبعة الأولى من أكاذبها أمام محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان في تحقيقات النيابة، قصرت أقوالها على تبرير فقط سبب دفن 3 جثث دول اللي تم العثور عليهم لحد الوقت ده في أرضية حجرتها تحت الصندرة. أدلت ريا نفسها باعتبارها امرأة ضعيفة مكسورة الجناح، خضعت لسيطرة إنسان شرير اسمه عرابي حسان. قدمت ريا عرابي حسان لوكيل النيابة وللتحقيق بصفته جدع صعيدي وعامل فتوة وكل الجهة بتخاف منه. اتعرفت عليه وعلى صديقه أحمد الجدر من 3 سنوات، لأنه كان من جيرانها في حي المسكوبية أو السكونية اللي كانت بتقيم فيه في الوقت ده. قالت ريا إن عرابي حسان كان بيمر عليها في الوقت ده ويقول لها: اوعي تخافي، إذا حد زعلك أنا أزعله، أنا عرابي الصوامعي. حكت ريا 3 قصص وهمية من خيالها الركيك بتتهم فيها عرابي حسان وأحمد الجدر إنهم هم من أحضروا النساء وقتلوهم وقاموا بدفنهم في أرضية حجرتها تحت الصندرة. وطبعا إحنا سبق وقدمنا التفاصيل الكاملة لمرويات وأكاذيب ريا في الطبعة الأولى من أكاذيبها أمام النيابة في سلسلة حلقات ضحايا ريا وسكينة. أكملت ريا إن زوجها حسب الله هددها بالطلاق إذا رأى عرابي بيدخل عندها البيت مرة تانية، ولأن ريا ما قدرتش تمنع عرابي من التردد عليها في البيت، اضطرت ريا لاستئجار غرفة أخرى في باب سدرة عشان تسكن فيها مع زوجها. وقالت إنها كانت بتمضي في الحجرة الجديدة دي معظم ساعات النهار، ولا تعود لحجرة 38 حارة علي بيك الكبير اللي تم العثور على الجثث في أرضيتها إلا وقت النوم فقط. ومع ذلك قالت ريا إن زوجها حسب الله طلقها من 3 شهور لما لاحظ إن عرابي ما زال يتردد عليها. كانت أكاذيب ريا دي زي ما تصورت ريا وزي ما تخيلت، إن الكلام ده والأكاذيب دي كانت كافية لتحقيق أركان الدفاع عنها وعن أسرتها، وعشان تفسر لوكيل النيابة ومن قبله للشرطة سبب وجود 3 جثث اللي كان تم العثور عليهم في أرضية حجرتها لحد الوقت ده، واللي ممكن ريا تكون توهمت ان البحث ممكن يتوقف عند 3 جثث فقط. ولكن طبعا احنا عارفين ان توسع البحث في حجرة ريا فقط تم العثور على 12 جثة وليس 3 جثث. ريا في الوقت ده كانت بتؤكد من خلال التحقيق معاها ومن خلال أكاذيبها إنها امرأة ضعيفة مكسورة الجناح، لا حول لها ولا قوة، بتعيش من دون راجل بعد ما طلقها زوجها، تسلط عليها 2 من الفتوات الأقوياء الأشرار كانوا بيصطحبان النساء لغرفتها يقومون بإبعادها عن الحجرة، وترجع ريا كل مرة من المرات 3 اللي حكت عنهم لا تجد المرأة ولا تعرف أي شيء عن مصيرها ولا عما حدث لها. وبكده كان عرابي حسان إناوي هو أول من اتهمته ريا بنت علي همام صراحة بالمشاركة في عمليات القتل
بل جعلت ريا من عرابي حسان هو المتهم الأول والمجرم الأول والمسؤول عن الجثث اللي تم العثور عليها مدفونة في أرضية حجرتها تحت الصندرة. بعد كده قام المحقق باستجواب عرابي حسان لأول مرة. اتخذ عرابي حسان خط الإنكار التام من اللحظة الأولى، والتزم بالإنكار التام حتى التف حبل المشنقة حول عنقه. قال عرابي حسان انه لا يعرف ريا ولا يعرف سكينة ولا يعرف حتى نزل ابو الليل، حتى انه قال انه لم يسكن في المسكوبية من الاساس. وطبعا ده منتهى الغباء من عرابي، لان في ناس كتير يشهدوا على معرفته بكل اللي انكر معرفتهم وعلى سكنه في حي المسكوبية او السكونية. اضطر المحقق لاستدعاء ريا وعرضها على عرابي حسان. تظاهر عرابي بالتحديق في ريا وقال انه افتكر دلوقتي ان المرأة الواقفة او الماثلة امامه اللي هي ريا كانت بتسكن في زقاق موازي للزقاق اللي كان بيسكن فيه، وانها لم تمضي فيه الا 11 يوم فقط، بعدها طردها الجيران بسبب سوء سلوكها. هنا صححت ريا رواية عرابي حسان وقالت انها اقامت في الزقاق 4 أشهر وليس 11 يوم. تشجعت بديعة بنت ريا واللي كانت حاضرة التحقيق باللي قالته أمها، وأشارت بديعة ناحية عرابي وشاورت عليه وقالت أنا عارفة ده، ولكن عرابي تمسك بالباقي من أقواله ونفى معرفته تماما بنزلة أبو الليل ونفى معرفته بأم نزلة. قال عرابي إن علاقته بأحمد الجدري لا تسمح لهم بالاشتراك معا في ارتكاب الجرائم، لأن علاقتهم فترت من 6 شهور. وكذب عرابي حسان ادعاء ريا بانه ضرب بنتها بديعة او انه اقتحم غرفتها وامضى بيها فترة القيلولة من 2 أسبوع زي ما زعمت ريا وقالت. قال عرابي حسان انه في الوقت ده من 2 أسبوع كان محبوس على ذمة الاتهام في جريمة سرقة، ولم يفرج عنه بعد الحكم ببراءته الا من 1 أسبوع فقط. وفي اقوالها امام محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان، اكدت زينب بنت حسن ام نزلة أكدت عن وجود صلة وثيقة بين بنتها الغائبة وبين ريا، وأكدت أم نزلة عن وجود صلة وثيقة بين حسب الله وبين عرابي حسان، وقالت إنهم أصدقاء على الرغم من استمرار إنكار عرابي ومعرفته بحسب الله واستمرار إنكار حسب الله معرفته لعرابي حسان لحد الوقت ده. وأكدت أم نزلة إن العلاقة بين بنتها الغائبة نزلة وبين ريا وزوجها حسب الله نشأت وتوثقت من زمن، وإن نزلة كانت بتعمل خياطة للثياب وكانت بتتردد دائما وكثيرا على بيت ريا عشان تخيط لها ولزوجها والبنتها بديعة الثياب. أكدت أم نزلة والأول مرة في محضر رسمي إن ريا وحسب الله كانوا هم أول هدف اتجهت لهم شكوكها في اختفاء بنتها نزلة، بعد أن علمت من إحدى جاراتها أو إحدى جارات نزلة اللي هي بخيتة إن بديعة بنت ريا زارت نزلة قبل اختفائها وحملت لها رسالة من أمها ريا، وإن نزلة خرجت بعد ذلك بملابس البيت ولم تظهر من الوقت ده. وأكدت أم نزلة للمحقق إنها توجهت لمنزل ريا وزوجها حسب الله في حارة علي بيك الكبير وهددتهم بإبلاغ الشرطة عنهم واتهمهم بأنهم السبب في إخفاء بنتها نزلة، ولكنهم خدعوها وتظاهروا بالتعاطف معاها ووجهوا شبهتها لعبد الرحيم الشربطلي. وده اللي فعله عرابي حسان هو الآخر اللي سرب لها خبر كاذب بأنه تلقى خطاب من نزلة بتقول فيه أن عبد الرحيم الشربطلي خطفها وسافر بها لقريته أم دومة مركز طهطة. لما انتقل التحقيق في قضية ريا وسكينة الجناية نمرة 43 لسنة 1920 اللبان، لما انتقل التحقيق في القضية لسليمان بيك عزت وكيل أول نيابة القاهرة والمحقق الرئيسي لقضية ريا وسكينة في 23 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1920، لما انتقل سليمان بيك عزت للتحقيق بتعمق في قضية مقتل نزلة أبو الليل أصر عرابي حسان على إنكار كل شيء. أمام سليمان بيك عزت أكد عرابي أنه لا يعرف نزلة ولا يعرف أمها زينب بنت حسن ولا يعرف ريا ولا زوجها حسب الله. وطبعا ده منتهى الغباء من عرابي،
لأن يوجد شهود كثيرين يعرفوا مدى علاقته وصلته باللي أنكر معرفتهم. وكرر رابي حسان تبريره لاتهام ريا له بنفس السبب التافه اللي سبق وقاله في بداية التحقيق، وهو إن ريا متغاظة منه من وقت ما كانت جارة له في المسكوبية، واكتشف إنها بتدير منزلها للدعارة السرية وفضح أمرها بين الجيران وسلط عليها الأطفال لتجرسها لحد ما غدرت المنطقة. وطبعا عرابي كاذب في كل حرف قاله، والتبرير ده لم يصمد أمام الحقائق اللي كشف عنها التحقيق بعد كده، خاصة بعد أن عدلت زينب بنت حسن أم نزلة عن تحفظها في الحديث عن عرابي حسان، واللي كان سببه في الغالب خوف أم نزلة من عرابي ومن بطشه ومن شره، ورغبة أم نزلة في ستر عرض بنتها الراحلة الغائبة نزلة. ولما تركت أم نزلة تحفظها وتكلمت أفاضت في ذكر كل اللي تعرفه عن عرابي حسان وعن صلته ببنتها الغائبة نزلة. أكدت أم نزلة أن عرابي حسان كان هو الجهة التانية اللي توجهت إليها للسؤال عن بنتها الغائبة بعد ريا وحسب الله، وبالتالي أكدت أم نزلة اتهام عرابي حسان بالتسبب والمشاركة في قتل بنتها نزلة أبو الليل الضحية التانية. وفي مواجهة إصرار عرابي على الإنكار التام قال له سليمان بك عزت: يستحيل أن تكون ريا هي التي تقتل وتدفن بنفسها، ولا بد أن يكون معها رجال يقومون بالقتل والدفن. رد عرابي حسان على سليمان بك عزت وقال له: يا بيه دي معها جوزها وهو راجل لمؤاخذة زي الطور. ولما طلبوا سليمان بك عزت أنه يجد مبرر أو سبب آخر أكثر منطقية يجعل ريا تتهمه بالاشتراك في عمليات القتل، قال عرابي حسان: دي مرة بطالة وشهادتها ما تمشيش عليا لأنها بهدلت ولاد الناس، ربنا يخلص الخالص ويشبك المشبوك. كان صيت عرابي حسان كفتوة وقتال قتلة أهم العقبات اللي حالت دون حصول المحقق على معلومات تثبت صلة العشق اللي كانت بتربط بين عرابي حسان ونزلة أبو الليل، واللي استمر عرابي حسان ينكرها طول الوقت حتى بعد أن اعترفت بها أم نزلة نفسها اللي اضطرت للإقرار بوجود هذه العلاقة بين عرابي وبين بنتها الراحلة نزلة أبو الليل. أيضا تهربت فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة زوجة عبد الرحيم الشربطلي، تهربت من الإجابة على سؤال سليمان بك عزت عن العلاقة بين عرابي حسان ونزلة أبو الليل، مع أنهم كانوا من جيرانها وتعرفهم كويس، ومع أن نزلة كانت بتسكن في منزلها اللي بتملكه، ومع أن زوجها عبد الرحيم الشربطلي نفسه كان متهم بخطف نزلة أبو الليل وقتلها. بررت توتة تهربها من الكلام ومن الشهادة وقالت لسليمان بك عزت: ربنا يستر على الولاية ودول ناس أقوية، وأنا ولية وعندي ولاية وعديمة الرجال، وربنا لا يغلب لكم ولية. طبعا ده بسبب الخوف من بطش وقوة عرابي حسان. ولم تعترف فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة بالحقيقة وتحكي اللي تعرفه عن علاقة عرابي حسان ونزلة أبو الليل، إلا لما صح فيها سليمان بك عزت وقال لها إن الحكومة ما تقدرش تعاقب هؤلاء الأقوياء على جرائمهم طالما الجميع بيتواطأ على إخفاء الحقائق ويجبنون عن الشهادة ويمتنعون عن قول الحقيقة خوفا من هؤلاء الأشقياء. تكرر نفس الموقف بنفس التفاصيل مع زوجين عجوزين من الجيران كانت زينب بنت حسن أم نزلة استشهدت بيهم، وذكرت إنهم شافوها وهي بتسأل عرابي حسان عن بنتها نزلة بعد اختفائها. أكدت أم نزلة أنهم سمعوا عرابي وهو بيشاركها الأسف وبيبكي بالدموع لاختفاء بنتها نزلة. ولما استدعى سليمان بك عزت الزوجين العجوزين عشان يسألهم وعشان يشهدوا أنكر الزوج معرفته بعرابي حسان من الأساس، طبعا خوفا من بطشه وخوفا من عرابي. واضطر سليمان بك عزت أنه يواجهه بأم نزلة اللي قالت للرجل العجوز: إزاي ما تعرفش عرابي؟ هو جارك من سنين ومعروف في كل الحتة ومفيش بينك وبينه إلا 4 متر. هنا أيد الزوج العجوز أقوال أم نزلة وبرر إنكاره من البداية وقال:
أنا خفت أحسن عرابي يخرج من السجن يضربني، وأنا رجل مسكين وده رجل شضلي، واللي يعمل عمايل زي دي ما يرحمش اللي زيي. وفي اعترافاتهم الحقيقية الكاملة اللي أدلى بها آل همام أمام سليمان بيك عزت، واللي بدأتها ريا بنت علي همام صباح يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر كانون الأول سنة 1920، وبعدها سكينة يوم الثلاثاء 7 ديسمبر كانون الأول سنة 1920، وبعدها محمد عبد العال، وأخيرا حسب الله سعيد مرعي. أكد الأربعة المعترفون أن عرابي حسان شارك في عمليات القتل لعصابة ريا وسكينة، وكان أحد أهم أضلاع عصابة ريا وسكينة. وطبعا سبق وقدمنا الاعترافات التفصيلية والكاملة لآل همام الأربعة المعترفون بالتفصيل في سلسلة ضحايا ريا وسكينة. وباعتراف الأربعة المتهمين الرئيسيين ريا وسكينة ومحمد عبد العال وحسب الله، انتقل سليمان بيك عزت وحاول بمعاونة جادة ونشطة من آل همام لمحاولة إثبات الصلة بينهم وبين المتهمين المنكرين، واللي التزموا خط الإنكار التام من بداية التحقيق، وهم عرابي حسان وعبد الرازق يوسف وسلامة محمد خضر الكبت، عشان يثبتوا التهمة ضدهم. كان عرابي حسان ولحد الوقت ده هو أكثر الجميع تشددا في الالتزام بخط الإنكار التام اللي بدأوا من البداية، لأن عرابي حسان كان متأكد ومؤمن إن الاعتراف هو سيد الأدلة، ومن بعده كان عبد الرازق يوسف. برر حسب الله إصرار عرابي حسان وعبد الرازق يوسف على الإنكار التام، وقال إنهم كانوا جميعا اتفقوا على الإنكار التام من بداية العمليات، وإن عرابي حسان وعبد الرازق يوسف كانوا دايما يؤكدوا عليهم على هذا الاتفاق بعد كل عملية من عمليات العصابة، ويقولوا لهم في حالة افتضاح الأمر إنهم لن يعترف على أنفسهم ولا حتى على الآخرين حتى لو يضربوا بالرصاص. وكانوا دايما يحذروا الباقيين من الاعتراف بأنهم يقولوا لهم إن الاعتراف لن يضر إلا صاحبه، وإن المحاكم لا تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر. وطبعا المعلومة دي لم تكن صحيحة بنسبة 100%، ولكنها فقط كانت نصف الحقيقة. صحيح إن المحاكم كانت ولا تزال حتى الآن لا تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر، لاحتمال أن يكون هذا الاعتراف صادر عن رغبة في الانتقام أو حتى التنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق شخص آخر. أما النصف الآخر من الحقيقة، واللي جهله عرابي حسان أو اللي تجهله عرابي حسان أو ممكن اللي ما يعرفوش عرابي حسان وعبد الرازق يوسف، هو أن المحاكم بتأخذ باعتراف متهم على متهم آخر إذا ما تأيد بأدلة أو أقوال أو قرائن أخرى تؤكد هذا الاعتراف. وده اللي حصل بالظبط مع عرابي حسان وعبد الرازق يوسف. انشغل سليمان بيك عزت من بداية التحقيق بالبحث على هذه الأدلة والقرائن ضد كل المتهمين، لما كان الجميع ملتزم بخط الإنكار التام قبل اعترافات آل همام. وبعد اعترافهم ركز سليمان بيك عزت بحثه في الأدلة اللي تثبت الصلة بين المتهمين المنكرين والمتهمين المعترفين الأربعة، وأيضا الأدلة التي تثبت الصلة بين المتهمين المنكرين والضحايا. بعد الإصرار التام من عرابي حسان وعبد الرازق يوسف وسلامة على الإنكار لكل شيء، ولكن عرابي حسان استمر متمسك بخط الإنكار التام. أكد عرابي حسان أن كل اللي يعرفه عن ريا هي أنها امرأة سكنت بجواره في المسكوبية فترة قصيرة، وأنه اعترض على إدارتها لبيت للدعارة السرية بجوار بيته، واستمر يضايقها لحد ما أجبرها على الرحيل من الحي. أكد عرابي حسان أنه لا يعرف أحد من المتهمين الآخرين، لا سكينة ولا محمد عبد العال ولا حتى حسب الله ولا عبد الرازق يوسف. وأنكر عرابي وجود أي صلة أو علاقة بينه وبين نزلة أبو الليل من أي نوع. وطبعا عرابي حسان كان كذاب كذب الإبل، وكمان كان في منتهى الغباء. ولما واجه سليمان بيك عزت عرابي حسان باعتراف الأربعة المعترفون، قال عرابي حسان: أنا مظلوم منهم لله، وإذا كنت خنقت حد ربنا يخلقني زي ما خنقتهم. وطبعا ربنا استجاب لدعوة عرابي حسان بعد كده.
وأثبتت إجراءات الأمن المشددة اللي كان عرابي حسان بيتخذها عند تنفيذ العمليات بتعمده التخفي أثناء تردده على بيت ريا أثبتت فاعليتها الشديدة. وأيضا تكفلت سمعة عرابي حسان كفتوة يشاع بين الناس إن له أتباع ومشاديد، تكفلت بإرهاب وتخويف الآخرين اللي كان عندهم معلومات مؤكدة عن صلة عرابي حسان بآل همام أو علاقته بنزلة أبو الليل، وبسبب ذلك امتنعوا عن الإدلاء بشهادتهم أمام سليمان بك عزت، لدرجة أن محمد علي القادوسي الشهير بأبو أحمد النص أنكر تماما معرفته بعرابي حسان وعبد الرازق يوسف، ونفى ترددهم على دكانه في حارة النجاة، وده اللي دفع حسب الله أنه يقول له أمام سليمان بك عزت: أنت تعرفهم كويس قوي، لكن أنت لسه خايف منهم لأنهم فتوات وكانوا بيخشوا دكانك يمصوا قصب ويسكروا ويحششوا ببلاش ويضربوك فوق البيعة. بقى مش فاكر اليوم اللي دخل فيه عبد الرازق عليك وقلب لك الدفاية، ومراتك تقول لك خدوا نص بالرقة دفتوة الحتة. وكانت السيدة بنت سليمان قاسم زوجة محمد أحمد السمني هي أول من شهد ضد عرابي حسان في واقعة أخرى غير واقعة نزلة أبو الليل. قالت سيدة بنت سليمان في أقوالها النهائية إنها رأت رجل أبيض الوجه قصير القامة ممتلئ الجسم يرتدي جلباب أزرق يجلس مع حسب الله في غرفة سكينة وبينهم المرأة العورة، واللي عرفت بعد كده إنها فاطمة بنت محمد عبد ربه شيخة المخدمين زوجة رمضان النجار. أكدت سيدة بنت سليمان إنها تقدر تتعرف على الشخص ده لو شافته مرة تانية، وفعلا لما عرض عليها سليمان بك عزت عرابي حسان بين 8 أشخاص يمثلونه في طول القامة والهيئة، استخرجت سيدة بنت سليمان قاسم استخرجت عرابي حسان من بينهم على الفور وتعرفت عليه في وقتها. ومع ذلك أنكر عرابي حسان الواقعة، وكالعادة مع كل اللي بيشهدوا ضده نسب عرابي حسان شهادة سيدة سليمان ضده بسبب وجود ضغائن قديمة بينهم، وزعم انه كان تشاجر معاها مرة حول ثمن عدة بيضات حب يشتريهم منها وتشاجروا مع بعض فزغدها وزغدته وعشان كده بتشهد عليه، وطبعا كلام غير منطقي لا يقنع احد ولم يقتنع به سليمان بك عزت. ولما ابلغ سليمان بك عزت محمد عبد العال ان عرابي حسان بينكر معرفته تحمس عبد العال لاثبات الصلة بينه وبين عرابي حسان، وقال ان عنده شهود كثيرين على ان عرابي كان صديق له ويعرفه معرفة وثيقة. وحكى محمد عبد العال واقعتين ذكرناهم قبل كده بالتفصيل في سلسلة ضحايا ريا وسكينة عشان يثبت الصلة بينه وبين عرابي حسان. ومن الواضح ان عرابي حسان لحد الوقت ده لم يكن يتوقع ان محمد عبد العال بعد اعترافه يتحول كمان مساعد لسليمان بك عزت يحاول اثبات التهمة ضده. طبعا انكر عرابي حسان كلام محمد عبد العال، وقال عرابي حسان واحدة من حكمه ومحفوظاته المضحكة اللي كان عرابي حسان بيتخيل انها عصارة الحكمة وخلاصة الفلسفة. قال عرابي حسان: عبد العال ده مزور والحق يعلو ولا يعلى عليه. حاول عرابي حسان يرد التحية لمحمد عبد العال بأحسن منها لإثبات الاتهام ضده وللتشكيك في دوافع عبد العال لاتهامه أمام سليمان بك عزت. قال عرابي لسليمان بك عزت وهو كاذب: أنا متخانق مع محمد عبد العال في السجن وخليه يطلع بره وأنا أقولك. فعلا أخرج سليمان بك عزت محمد عبد العال خارج غرفة التحقيق، وقال عرابي حسان لسليمان بك عزت إن محمود شقيق محمد عبد العال الأصغر كان بيتكلم مع محمد عبد العال بصوت عالي من خارج السجن، والآن عرابي حسان كان محبوس مع محمد عبد العال في زنزانة واحدة، سمع حوار محمد عبد العال مع محمود أخوه، سمع محمد عبد العال بيقول لشقيقه محمود إنه بيدخر مبلغ 45 جنيه عند عمه وبيكلفه إنه يستردهم من عمه ويخصص منها 10 جنيه كاملة عشان يوكل بيها محامي يقوم بحضور التحقيق معاه ويدافع عنه. ولما سأل عرابي محمد عبد العال: انت جايب الفلوس دي منين؟ رد عليه محمد عبد العال وقال له: وانت مالك يا بارد. وهنا نشبت بينهم مشادة ومشاجرة، ولكن سليمان بك عزت لم يقتنع بكلام عرابي حسان
لان كان سبق وايضا اتهم عبد الرازق يوسف حسب الله بنفس الاتهام. قال سليمان بك عزت العرابي: هذا امر غير مهم، لان محمد عبد العال اعترف بانه كان بيقتل النساء معك ومع اخرين وياخذ المصاغ ويبيعه، ثم انه لغاية الان لم يوكل عنه محامي، ولو كان هناك محامي لحضر امامنا. وكان من حسن حظ عرابي حسان ان الشهود اللي استشهد بهم محمد عبد العال كانوا من النوع المسالم الجبان. وفي النهاية قال محمد عبد العال بتسليم: كل واحد يعرف انه يشهد في قضية ريا وسكينة يخاف وينكر كل حاجة. كان محسن السقة من الشهود الواثقين من انفسهم اللي ما بيخافوش من حد ولا يخشون شيء. كان من شهود الاثبات على علاقة عرابي حسان بآل همام قال عبد المحسن بخيت وشهرته محسن السقة لسليمان بك عزت، وحكى عن قضية الشهرين اللي اقامهم في بيت ام حسين البيت رقم 38 حارة علي بك الكبير، واكتشف ان ريا وزوجها حسب الله بيديروا الغرفة اللي بيقيموا فيها في الدور الارضي للبغاء السري، فاحتج على ذلك. وطبعا لم يهتم حسب الله باحتجاجه، فسعى محسن السقة لتطفيش الزباين بنفسه وبالعمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفحشاء وتجريسهم، وانتهى الامر بمشاجرة بين محسن السقة وحسب الله. قال محسن السقة انه تفاجئ بعد كده بعرابي حسان اللي قال انه يعرفه كويس بيستدعيه في المقهى. وقال عرابي حسان لمحسن السقة ان ريا وحسب الله من اقاربه وحذره من التدخل في شؤونهم او مضايقة ضيوفهم والا هيزعله. وطبعا ده دليل مهم جدا على العلاقة والصلة الوثيقة بين عرابي حسان وآل همام، وخاصة ريا وحسب الله. بعد كده جاء الدور المهم والمهم جدا لشفيقة بنت فتيان نمر في اثبات الصلة الوثيقة بين عرابي حسان وآل همام من جهة، وبين عرابي حسان ونظلة ابو الليل من جهة اخرى. في البداية انكرت شفيقة بنت فتيان نمر كل شيء، وبسبب كده عرضها سليمان بك عزت على ريا اللي اتعرفت عليها بمجرد ان رأتها، وقالت ريا عنها انها واحدة من بغايا بيت الكامب، وانها تعرف عرابي حسان كويس، وتعرف انه كان رفيق نظلة ابو الليل من الوقت ده، من وقت ما كانت بتشتغل بغي في بيت الكامب. وان شفيقة ايضا كانت بتتردد على بيت حارة النجاة، وهناك تعرفت ايضا على عبد الرازق يوسف، وده اللي ايدته سكينة واللي اضافت ان شفيقة اختلت بعرابي حسان وعبد الرازق يوسف اكثر من مرة. التفتت ريا لشفيقة وقالت لها امام سليمان بك عزت: ازاي ما تعرفيهمش يا شفيقة؟ اذا كنت قايلة ليا بعظمة لسانك عرابي قتل نظلة يا خالتي ريا. لم تجد شفيقة بنت فتيان نمر مفر من الاعتراف بالحقيقة، وبررت اكاذيبها السابقة وانكارها في البداية بانها كانت خايفة من ان عرابي حسان يخرج من السجن فينتقم منها ويقتلها. اقرت شفيقة بنت فتيان نمر بعلاقة عرابي حسان بها، وصلته الوثيقة بآل همام، وصلته الوثيقة ومرافقته لنظلة بنت ابو الليل. وابدت شفيقة استعدادها لانها تقول كل ده لعرابي حسان في وجهه امام سليمان بك عزت، لان هو ده الحق، ولانها لم تعد تخاف من اي شيء ولا تخشى احد. وفعلا تمت المواجهة النارية بين عرابي حسان وشفيقة بنت فتيان نمر امام سليمان بك عزت، والمواجهة دي انا بعتبرها من اهم المشاهد في قضية ريا وسكينة، ومن اهم المواجهات في قضية ريا وسكينة اللي اكدت الاتهام ضد عرابي حسان، واظهرت طبيعه شخصيات ابطال ماساه ريا وسكينه من الناحيه الانسانيه، وكانت كانها مشهد عظيم في مسرحيه بتنتمي للكوميديا السوداء. وطبعا سبق وقدمنا التفاصيل الكامله للمواجهه الناريه بين عرابي حسان وشفيقه بنت فتيان نمر. وبكده يكون سليمان بك عزت حصل على 8 شهود اثبات اكدوا ان عرابي حسان كان على صله وثيقه بآل همام، وجزموا ان عرابي حسان كان رفيق لنظلة بنت ابو الليل الضحية التانية. والشهود التمانية شهود الاثبات ضد عرابي حسان كانوا كالاتي: 1 السيدة بنت سليمان قاسم، 2 زينب بنت حسن ام نظلة، 3 فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة،
4 المخبر السري أحمد حسين، 5 شفيقة بنت فتيان نمر، 6 خضرة بائعة البرتقال، 7 و8 الزوجين العجوزين اللي استشهدت بيهم زينب بنت حسن أم نظلة بأنهم شافوها وهي بتسأل عرابي عن نظلة وكان بيبكي معاها على غياب نظلة. بتمنى أن الفيديو يكون نال على إعجابكم ورضاكم، وبعتذر لحضراتكم عن الصوت لأن عندي بعض المتاعب، فبعتذر إذا كان الصوت في غير واضح أو في أي شيء يعني. منتظر أراكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.